الله يخليك اكيد خوي. انت كونك مدرب للمنتخبات الوطنيه مرت عليك هاي الحاله الان من توصل الى ضربات الترجيح. عاده انتم مدربين حراس المرمى اما تستقرؤون معلومات تجيكم سابقه عن اللاعبين اللي يصوبون وكل واحد يختار زاويه محدده فهذه المعلومه تكون عندك. اذا كانت هاي المعلومه ما كانت عندك انت كمدرب حراس مرمى ايش راح توصيل الحارس؟ يعني تطلب منه؟ يعني نعم هذا سؤال مهم جدا. يعني في بعض الاحيان تنقصك المعلومات صح فتتابع يعني اللاعبين خلال المباراه وحركه اللاعب في المباراه واين يفضل اللاعب لعب الكره لعب الكرات في داخل القدم او بوش القدم او بخارج القدم هذه كلها تشاهدها وبالتالي تكون دقيق لا تشاهد الحارس ولكن تشاهد اللاعبين. ايضا اوصي اللاعبين دائما في التركيز على كل لاعبين الفريق المنافس في كيفية يعني لعبة للكرات دائما لأن هذا باستقراء أولي للحالة اللي ممكن توحيل لك بمكان تنفيذ الكرة. طبعا دائما ما كنا في المنتخب الوطني كل الدورات اللي شاركنا في المنتخب الوطني كان معنا نور صبري والحراسة لكن نجحنا في تصدي لكثير من المنافسات ونجح ولا مرة يعني خسرنا في ركلات الترجيح والسبب انه دائما ما نتدرب بكثافه قبل المباريات وبالتالي يعني انا كانت هناك عندنا يعني عندما نجهل الفريق المنافس نعمل تدريبات متكرره لنفس الزاويه بعلم الحارس وكيفيه من مجموعه من اللاعبين المختلفين لكل لاعب اسلوبه الخاص في لعب الكره بنفس الزاويه ولذلك راح يصير هنا نزيد من حدس الحارس وتوقعه لطريقه لعب الكره في الزاويه المعينه وهكذا ننتقل للزاوية الأخرى من مجموعة كرات يعني مثلاً 15 كرة بهذه الزاوية 15 كرة في هذه الزاوية وبالتالي يصير هناك سبق عند الحارس في توقع حركة اللاعب قبل لعب الكرة.